النخلة هي الشجرة الأقرب للإنسان، شاركته نومه وأكله وشربه وحمومه، ضللت على ستنا مريم وأكلتها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أكرموا عمتكم النخلة. تخيل قال عمتكم. ولو أنت تعرف النخل كويس هتعرف إنه بيبص على السماء بقلبه، وقلبه رقيق رقيق جدا عكس كل اللي بيحاوطه من جريد وشوك. وكمان النخل بيعلم اللي بيحبه الكبرياء والشموخ حتى في عز الألم. وفي كل سنة في أغسطس بيبتدي موسم جني البلح، موسم الخير والرزق، والموسم اللي بيكمل المزارعين اهتمامهم بالشجرة الجديدة اللي لسه ما طرحتش عشان تلحق النخل القديم في الموسم اللي جاي. لكن الأكيد إن النخل من طيبته وحبه للحياة بيفضل يدينا خير ويضلل علينا العمر كله. ست بتعة. نعم. ازيك يا ست بتعة؟ اهلا مرحبا. منى قالت لي الست والدتي عايشه في الحته دي وهي بتتكلم عنك، والله العظيم وشها نور. الحمد لله. بتحب؟ ايه بنحب كل واحد اللي يجي مرحبا. لا بس الناس بتحب امهاتها اكتر. انا ما فيش حد احبه عن امي. واحنا كمان الحلو كله معانا الله يعدلها له كله عسل كمان. طيب انتوا عايشين في المكان ده ولا ده بتيجوا تشتغلوا فيه بس وبعد كده بتروحوا اخر النهار؟ لا احنا بنجي الصبح ونمشي مع المغرب. وليكوا بيت يا ست بتعة بتناموا فيه؟ ايوه اوضه واحده. ايوه ده انت اوضه ولا حتى سرير ما فيها، ما نفرشوا ننام دخل كده وخلاص. تفرشوا وتنام معانا ربنا. لا اللي ربنا معاه ما يحوجوش لحد. ايوه الحمد لله. ست بتعة لما جوزك سابك كنت بتعرفي تعملي الخوص والحبل ده ولا اتعلمتيه بعديها؟ لا كنت جنب زي ناس يعني زي حالاتي كنت لفه واقول لك بدل ما حقعد مين حديني مصاريف، ما معيش مصاريف. حتى وانتي متجوزه؟ ايوه حتى انا كنت متجوزه كنت اطول، ولما جه طلقني شلت همي وهم ربنا. بعد توكلهم ولما دي جوزها ميت انا ودي نكد ونعمل ونبعد. طب هو ما خافش ست لوحدها بثلاث بنات في الصعيد يعملوا ايه؟ يعني كان ممكن يعني ما تزعليش مني، كان ممكن تمدوا ايدكم يعني. لا انا من عمرنا ما نشهد، انا عارفه ان كج بيدنا بس ما نشهد. صح. نجيب من عرق يدينا بس ما نشهد. انا لا انا والبنات عمرنا ما نمد ايدنا حتى في الليل، حتى في الليل عارفه ان سرير جرباها جرباها على جرباها وحتى لا البنين. انا مش فاهمه يعني ايه بجرباها. هو الصبايا دي هي اللي بنعمل بيها الصبايا. اه الصبايا النخل ده هي اللي من نسيرها بنعملها مكان. اه وهي اللي بنتعايش عليها. والخوص ده برضه شفت الجريده اللي نزلناها ده بيتخرط ويتفصل ويتنشف ويتفصل. يعني انت كل حياتك مرتبطه بالنخل؟ ايوه ما كل حاجه، ما شغلنا منا انا فيه. انت عندك كام سنه؟ انا زي ما تقولي زي ما اقول. ايوه. والايد دي اللي شغاله طول عمرها؟ الحمد لله. دي الايد اللي يحبها ربنا؟ ايوه الحمد لله. ان شاء الله بس البني ادمين تفهم. الحمد معانا ربنا ويهدى علينا وعليكم ويكفيكم شر المصايب. ما بتقلقيش عليها لما تطلع النخله كده وتبقى وانت تعلم بيا امي؟ ده انا ام، ده انا ام تعلميش بيا. بقول لك ايه يا منى، تفتكري لما ابوكي سابك واتجوز عليكوا عشان ما جابتش امك ولد، هو ده اللي خلاكي تشتغلي الشغلانات بتاعه الرجاله دي عشان تثبتي ان انت زيك زي الرجاله ومفيش فرق؟ لا هو مش عادي، انا ما بتفرقش معايا الواد زي الراجل. طب البت احسن من 100 واحد. يقول لك بنت صبيه ولا وادها فيه. ايه الواد يعني؟ الواد طبيعي اخرته نهايته ايه؟ ممكن ده انتوا عندكم مثل صعيدي بيقول ولد ومات ولا خلفت البنات. عمرك سمعتي المثل ده؟ لا هو فيه وفيه. مش كل واحد. مش كل. أنا عندي البنت كما يكون التراب اللي يحبط بميت واحد. طبعاً. الحمد لله. طبعاً. اللي ادهوني ربنا رضيت بيه. لا البنات بتقف مع أهلها كده في إيه؟ أيوه طب ما أنت تدلك البنت بتوقف زي الواحد، يعني بتوقف يعني مثلاً في شغل أي حاجة مش مهندسة كل حاجة. يعني الواد على الأقل مش بيلقى له معيشة قد إيه يعني البنات يعني ممكن تتعلم أي حاجة.
انتوا عندكم كلاب بتربوهم؟ بتاكلوهم ايه؟ لا بجيب لهم عيش يا شيخ، بشتري لهم عيش مصري يعني كل يوم برزق. بس انتي بتحبيهم يا منى، بيمشوا وراكي ويروحوا. ايوه معي. ما هم بيجوا ورايا، اول ما اجي من البلد بيتلقوني من اول الجهاز. بيمشوا وراك؟ ايوه يقولوا ها ست نجاة. يقولوا ست نجاة. ايوه. بقول لك ايه، احنا لما بنيجي نزور ناس ونسجل معاهم، فنان زميلنا بيعمل لهم صوره علشان تفتكرينا بيها. ايوه ما عمل صوره. عمل صوره؟ هو جاب اهي. شكرا يا عبد الله. اهي يا ست منى. ايوه. هو عبد الله عمل لك الصوره الملونه الجميله. ايوه دي. وانا كلي. وانت كلك؟ ايوه. حباها؟ لا حباها جميل. طيب احنا يعني متشكرين جدا جدا جدا. وريها كده في الكاميرا يا منى. اهي. ايوه اهي. 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 النخل عالي واللي غاوي شب، والرزق باب مفتوح للي بيسعى له. هتحب غيرك قد ما هتحب، هتلاقي حبك ليه باين في افعاله. الخير يا ولدي خزينه ما بتفضاش، ربك كريم لا بينقطع مدده. ترضى بقليله ولا ما ترضاش، البركه في اللي معاك اهم من عدده. متقسمه منابات ولا ناقصه ولا زايده، على قد ظهرك تبقى ليك شيل، ومفيش تعب بيروح بدون فايدة. والرزق زي الموت، لا شفاعة ولا حيلة.